مرحبا مواليد برج الثور، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الابراج الاسبوعيه من الاثنين 24 شباط فبراير للاحد 1 اذار مارس. شوفي في عندنا بهيدا الاسبوع؟ كلنا تحت تاثير بعدنا تحت تاثير النيومون من برج الحوت، بالنسبه لالكم هيدي مساله جيده، مساله حلوه، مساله داعمه لالكم، بتشجع كثير وبهيدا الاسبوع صحيح بمنتصفه في نوع من تأخير بالنسبة لكم هدوء وفترة ركود لكن طمن لكم بالكم أنه رح يركض عطلة الأسبوع رح تركض الأحداث فيها بطريقة إيجابية وما رح تسمعوا إلا الجواب يلي مفروض تكونوا إنتو ناطرينه كيف بده يكون هيدا الأسبوع؟ الاثنين والتلاتة الأمر موجود ببرج الحوت يلي هو برج صديق لكم كما بعدني عم بقول و بساعدكم وبيعطيكم تقريبا اللي انتم بتريدوه، بحسن شوي المعنويات، بيدعمكم، في اصحاب، في ناس حولكم، في ناس بتساعدكم، في ناس ما بتتخلى عنكم، انطلاقه اسبوع كثير حلوه، خاصه انه من يوم الاحد يلي هو 23 شباط فبراير القمر موجود ببرج الحوت يلي هو صديق لكم، وبالتالي مواليد برج الثور انطلاقه الاسبوع بعتبرها كثير حلوه، سواء انطلقتوا الاحد او رح تبلشوا أسبوعكم يوم الاثنين أجواء كتير حلوة وبعتبر أنه التنين والتلاتة إذا بدكم رأيي هي الفترة المنعشة لكم القوية لكم الداعمة لكم يلي بتحملكم بالتأكيد بتحملكم مجال لتحصلوا على اللي أنتم بتريدوه ولحتى فعلا تحطوا الأمور في مكانها ما ما الصحيح ولحتى أنتم فعلا تقدروا تحققوا يلي انتم بتريدوه سواء كان عم تطلبوا مساعده سواء كنتوا عم تطلبوا حدا يساعدكم باستشاره معينه هنالك تفاعل معكم كثير حلو وصدقوني اتحركوا الاثنين والثلاثه وانتبهوا الثلاثه الساعه 7 إلى 10 المساء التوقيت العالمي يعني الساعة 9 إلى 10 توقيت بيروت المساء الأمر بيترك برج الحوت وبينتقل لبرج الحمل هون تهدأ الامور كليا بدكم تنتبهوا يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية بده يعرف أنه تقريبا حوالي الساعة 2 بعد الظهر إذا على شط الشرقي إذا على شط الغربي تقريبا من الصبح الأمر بيكون ببرج الحمل لما الأمر بيكون ببرج الحمل رح تدخلوا بمرحلة هدوء تستمر كل يوم الأربعاء 26 وكل يوم الخميس الاجواء هاديه، الاجواء فيها ركود، الاجواء على الارجح بتحمل تاخير وعلى الارجح الامور بتحمل نوع من قله تعاطي معكم، قله تعاطف معكم وقله تفهم لكم، الامور خلص صارت كل شيء على نار خفيفه، صار في تاخير، صار في نطره وصار في علامه استفهام على كثير من الامور، ف هذه الفترة برأيي خلال هالأسبوع هي النقطة الأضعف الحلقة الأضعف يلي معقولة تسلط النقاط أو الأضواء بصراحة على الغلط اللي عندكم أي فكرة ما حبينا تتسلط علي الاضواء فبدكم تكونوا كثير حذرين بشغلكم بدكم تناقشوا الامور مجددا بكتير هدوء بدكم تروحوا على شغلكم قبل بوقت بدكم تروحوا على سفركم قبل بوقت بدكم تتاكدوا من شغلكم من درسكم وحتى بحياتكم العاطفيه معقوله تحمل شويه تاخير او خيبه امل هالفتره الجمعه 28 شباط فبراير فقط بتمام الساعة تسعة, تسعة ونص توقيت بيروت صباحا سبعة ونص صباحا توقيت غرينتش بيوصل القمر لبرشكون وفقط عند إذن ترتفع المعنويات وأي معنويات شيء شيء رائع بانتظاركم الجمعة السبت والأحد الأحد الأحد ونص المساء توقيت بيروت القمر بيكون ببرشكون يعني تقريبا كل شيء بدكم إياه بيصير وبيتم أجواء ولا أروع من هيك أجواء ولا أحلى من هيك الأجواء ممتازة حلوة رائعة تقريبا اللي بتحطوه قدامكم على ورقة بيتم وبيصير طبعا المستحسن انكم تتابعوها أه، الخبر او الايميل او النوتيفيكيشن أنتو ناطرين وما عم تحصلوا عليها وناطرين وناطرين مفروض انها تتبلور الامور كلها الجمعة السبت والأحد القرارات فيكن تاخدوها فيكن تقووا قلبكن. الجمعة والسبت والأحد أجمل أيام يمكن يكونوا بصراحة أجمل أيام كل شهر شباط فبراير وهيك بتكونوا ختمتوا شهر شباط فبراير بقوة وبدأتوا شهر أدار مارس لأنه الأحد هو واحد أدار مارس بتبدأوا شهر أدار مارس معنوياتكم مرتفعة وحظوظكم رائعة هلا بعده كوكب اورانيوس ببرجكم بدكم تكونوا حذرين 23 24 نيسان ابريل الابراج الاسبوعيه المقبله مفروض يكون تحرك شوي كوكب اورانيوس وسيح شوي عن مواليد 23 نيسان ابريل الاكثر حظا لانه في عندنا المشتري سحل وبلوتو عم بيساعدوكم مواليد 9 10 11 15 20 ايار مايو بدي اتمنى لكم اسبوع كتير حلو والى اللقاء مع الابراج اليوميه والشهريه بودعكم باي باي